طيب احنا دلوقتي بقى هنجو ثرو الفيز دي، هشوف انا هعمل ايه في اول فيز وثاني فيز وفيز، ايه الكريتيريا انا لازم احققها علشان اروح من الاول لثاني وثاني لثالث وثالث لرابع وهكذا. فهنجو ثرو التشارت ده، هنعرف كل تاسك من كل جوه فيز فيه ايه التاسكات اللي موجوده معايا او اللي انا لازم اعملها. أول معايا وده كتيرة جدا، احنا قلنا احنا هنعمل اف بي بعد الديسكفري، عندي ديسكفري على الماركتنج ممكن انمي بيها الديسكفري. ايه اول فيز دي؟ اول فيز اسمها الفيزابيلتي ستادي او الايفالويشن، كل دي اسماء لاول فيز موجوده معايا في الديزاين ميكنج. اول فيز اسمها الفيزابيلتي ستادي. الفيزابيلتي ستادي هعمل ايدنتيفاي الاوبورتيونتي، ان انا هقول مثلا والله انا عندي فيلد البروجكت بتاعته كذا، ممكن يكون في امبلويز قد كذا وهكذا، اعمل ايدنتيفاي الاوبورتيونتي بتاعتي. وبعدين هشوف جنريت مالتي اوبشنز موجوده معايا. المالتي اوبشنز دي زي ما قلت لك مثلا احفر 4 بار، احفر 5، احفر 6، اعمل جنريت اوبشنز كتيره جدا زي ما شفنا مثلا 10 اوبشن زي ما انا عايز يعني، بس ما يبقوش كتير قوي يعني، مش هعمل 100 اوبشن يعني، لان الكلام ده كل ما هكبر قوي يعني هيحصل معايا ان انا هستهلك وقت كتير، وانا برضو لازم هتبقى حاجه اوبتيمال يعني. فانا هجريت جنريت الديفلوبمنت بلان اللي هي ساتسفاي الاوبريتور كوميرشال والريسك اوبجكت، وبعدين لازم اجاوب الفيز دي، هجاوب على الاسئله المحدده دي. هو التكنولوجي انا مثلا عايز اعمل سوفتوير، التكنولوجي موجوده التكنيكال فيزابل يعني هي فعلا اتجربت فعلا ليها ريكورد في الهيستوري بتاعي والناس بتشكر فيها وكده، موجود. ان التكنيكال اللي هيعمل انستليشن موجودين، موجود يعني. كان اي بيلد البلانت والحاجات دي كلها، انستول الريسك مانجبل ولا لا، ولا الريسك عالي وهكذا. يبقى انا هعمل ايدنتيفاي الاوبورتيونيتي والسيناريو، هعمل جنريت لسيناريوز كتير مثلا. بعد كده هحدد الريسك الموجوده فيها، التكنولوجي موجوده ولا لا، الناس موجودين ولا لا، الريسورسز موجودين ولا لا، والكلام ده الاوبشنز دي بتريفلكت الاوبجيكتيف اللي موجود عندي في الشركه ولا لا. وبعدين الاوبشنز دي كلها لازم يكون في كرايت معينه، وهي الفيزابيلتي يعني الفيزابل، لازم اقدر احقق يعني، ما اجيبش حاجه من الخيال، في حاجه من خيالك او حاجه لسه اندر ريسيرش واقول ان انا هعمل فيه، لا الكلام ده مش مسموح بيه. يبقى اهميه بقى الجيت دي ان انا هشوف كل الاوبشنز اللي انا عملت لها جنريشن او اللي انا طرحتها في الفيز 1 دي او الفيزابيلتي ستادي، كل الاوبشن فيزابل ولا لا؟ فيزابل ماشي تمام، يبقى نروح للفيز اللي بعديه. مش فيزابل خلاص هتبقى ريجكتد، مش هتعدي اصلا. او ان انا ارجع تاني واعملها فاين تيونينج وعشان اعرف اعدي بيها من الجيت. يبقى الجيت قيمتها ان هي تشيك، يبقى في تشيك ليست كده تشيك بوينت عشان كل الاوبشنز اللي انا عملت لها جنريشن هنا تبقى فيزابل. لازم كل الاوبشنز تبقى موجود في الكريتيريا دي، هي الفيزابيلتي لازم اكون اقدر احققها ثرو التكنولوجي والريسورسز اللي موجوده عندي. طيب قبل اند اوف في فيزابيلتي ستادي او الفيز 1 اللي موجوده معايا، وايد رينج اوف كومبينيشن اوف بريزنت ستراتيجي والفاسيلتي والدريلنج والبرودكشن، كل الحاجات دي اللي شفناها في الاول هيبقى بي سبمتد مانجمنت فور ابروفل. يعني انا هقول مثلا والله انا طلعت كم اب ويز مثلا 10 اوبشن، 10 اوبشن دول بقى فيهم ميكس كتير جدا ما بين الريزرفوار ستراتيجي السيرفيبيلتي، والله هنمي 10 ابار احفرهم فيرت، هنمي 5 ابار احفرهم هوريزونتال، برودكشن مثلا هعمل مره ديس هعمل مره اي سي بي، السيرفيس فيسيتي مره هعمل في الاوفشور، لا ده انا هعمل بايب لاين واجيبهم في الانشور وهكذا. اهم حاجه يبقى ان كل الاوبشنز اللي انا اقترحتها في الفيزابل ستادي تكون فيزابل، مجرد ان هو المانجمنت يشوف التشيك ليست بتاعت الاوبشنز دي كلها ان هي فيزابل، خلاص بعمل سانكشن او بعمل ابروفال وابتدي اروح بالاوبشنز دي كلها للفيز اللي بعد كده. طيب الفيز اللي بعد كده اللي هي الكونسبت سيكشن،
انا دلوقتي هنفترض 10 اوبشن، عملت لهم جنريشن في الفيز الاوليه اللي هي بتاعت الفيزابيلتي، كلهم فيزبل خلاص، فعدوا راحوا من الجيت الاولانيه، عدوا الفيز الثانيه اللي هي الكونسبت سيلكشن. الكونسبت سيلكشن دي بقى ايه فائدتها؟ ان انا هعمل فيها ايفالويشن لكل الاوبشن اللي انا عملت لها جنريشن. عملها ايفالويشن ازاي؟ تكنيكال ايكونوميك وريسك، ثلاث حاجات دول لازم اعمل لها. كل الاوبشنز ال 10 اوبشنز اللي انا عامل جنريشن هعمل لهم ايفالويشن تكنيكال، ايفالويشن كوميرشال او ايكونوميك، او ايفالويشن ريسك. يبقى معايا ايكونوميك وتكنيكال وريسك. بعد ما اعمل لهم كل الايفالويشن دي هبدا اعمل لهم بقى رانكينج. يعني ايه رانكينج؟ اعمل لهم سورتنج كده، ارتبهم والله التكنيكال ويت قد كذا، والريسك قد كذا، والايكونوميك قد كذا. وبعدين اعمل لهم بقى اعلى سكور، اعلى اوبشن لهم سكور فيه، اعمل لهم رانكينج من احسن للاقل. يبقى انا معايا 10 اوبشن عملت لهم ايفالويشن، مثلا الاوبشن الاولانيه 5 مليون برمي، الثانيه 10، الخمسه مش لازم تكون ال 16 احسن من الخمسه، ممكن تكون الخمسه احسن. ليه؟ لان ممكن تكون مثلا في الايكونوميك ان انا هصرف فلوس كتير قوي عشان اريكفر ال 16، فلا انا اروح للخمسه، يبقى الخمسه تاخد في الايكونوميك مثلا اعلى، ففي التكنيكال اقل بس في الايكونوميك اعلى، في الريسك تبقى اقل، وهكذا. فما ينفعش اعمل ايفاليوشن على الكرايتيريا، اعمل ايفاليوشن على الثلاث كرايتيريا والايكونوميك والريسك، تمام؟ وبعدين اعمل لهم رانكينج، اعمل لهم رانكينج بالفاليو بتاعتي، واختار احسن اعلى رانك في الاوبشنز ال 10 الموجودين عندي. اعمل كيس واحده سكور 100، واحده 91، 80، 85، وهكذا. لما ارتبهم هاخد اعلى اوبشن واخد سكور في اكورد من الثلاثه الكريتيريا اللي هو التكنيكال والايكونوميك والريسك، اعلى سكور في الاوبشنز دي كلها. طيب يبقى انا هنا عملت سيلكشن لل بتاعتي. بعد ما عملت جنريت للمالتيبل اوبشن عملت هنا ايفالويشن ليهم، عملت لهم رانك، وبعدين هختار احسن اوبشن، احسن اوبشن يبقى هو واخد اعلى رانك موجود معايا. يبقى الجيت الثانيه دي فائدتها ايه؟ فائدتها ان الكونسبت اللي تعدي من الجيت دي هي احسن اوبشن. اروح للمانجمنت واقول لهم والله كومبير دي الاوبشنز ال 10 اللي انا عملتهم جنريشن وانتوا وافقتوا عليهم، وبعدين عملت ايفالويشن وايكونوميك وريسك، ولقيت عملت ويت لكل واحده، بعتهم رانكينج ولقيت ان احسن اوبشن هو الاوبشن نمبر اوبشن مثلا سي، هو احسن حاجه، فهو البيست تكنيكال والايكونوميك بوينت اوف فيو واقل ريسك فيه، خلاص يبقى ده احسن اوبشن، ده البيست اوبشن او البيست سيناريو اللي موجود معايا. يبقى الكومباني مانجمنت تشوز الموست سيتبل كونسبت اللي هو البيست اوبشن اللي موجود معايا بعد ما عملت كل الاوبشنز اللي موجوده معايا ايفالويشن. بعد كده انا اخترت اعلى او البيست اوبشن بتاعي. طيب الكلام ده برضو هيروح بعد كده بقى ايه الفيز، هعدي من الفيز الثانيه دي للكونسبت سيلكشن لحاجه اسمها كونسبت ديفينيشن. بعد ما اخترت الاوبشن اللي هو البيست اوبشن هنا، مثلا كنت بقول ان انا هحفر خمس ابار فيرتيكال واثنين هورزونتال مثلا. طيب انا بقول على الورق كده بس، وقلت مثلا ان الجيل الهوريزونتال مثلا هيجيب ريكفري مثلا 5 مليون برميل، لكن الجيل فيرتيكال هيجيب 3 مليون برميل، والكوست هيبقى مثلا كذا، والكوست هيبقى كذا، البراند بتاعتي هتكلف قد كذا، كل حاجات طرف. يعني الاكيورسي بتاعتي بتزيد مع ان انا بنتقل من فيز لفيز ثانيه، فالاكيورسي هنا مش كتير قوي. هنا بقى هعمل حاجه اسمها في او فرونت انجينيرنج ديزاين، فرونت انجينيرنج ديزاين اللي هو هعمل ديتيل ديزاين للحاجات بتاعتي. انا مش هقول ان انا احفظ هورزونتال ويل بس، لا، ده انا هدخل بقى في الفيز دي بتاع الكونسبت ديفينيشن، الكونسبت الوحيد اللي انا اخترته اللي انا بقول عليه بيست اوبشن، هعمل لها بقى ديتيلز. انا مش هقول احفظ هورزونتال ويل، لا، ده انا هقول الهورزونتال ويل والسيرفي بتاعنا ازاي، الديريشنال ورك هيكلف قد ايه، الكيس بتاعتي موجود ولا لا، هقد ايه الخزان، هاخد تايم قد ايه، الريج موجود ولا لا، الكابابيلتي بتاعت الناس، هعمل ديزاين او ديتيل انجينير ورك في الفيز الثالثه دي اللي هي الكونسبت ديفينيشن. يبقى الفايده او الايم بتاع
الفيز دي ان انا هاخد بقى تفاصيل التفاصيل الموجوده في الاوبشنز اللي انا اختارها دي، ادخل بيها وافنطها بقى، تبقى كل حاجه ديتيلز موجوده معايا، ما بقاش حاجه على الورق بس كده وفيزابل، اعملها وبعدين الاقي نفسي ان انا مثلا في اكويبمنت معينه اقدر اوفرها، او مثلا الريج مش هتقدر تحفر لي هوريزونتال، اتبع او اشور كونفيرم ان البيست اوبشن دي اقدر اطبقها، اشور او اكونفيرم ان انا هقدر ابلاي الكونسبت اللي انا طرحتها واللي انا عملت لها ايفالويشن وطلعت بيها. فالمين ايم يعني بتاعت او الجول بتاع الفيز بتاع الكونسبت ديفينيشن دي، ان انا هتاكد ان الورك كواليتي كويس، هعمل ديتيل انجينيرنج فيها والايكونوميك از اوكي، هعمله تاني يعني بعد ما عملت بقى ديتيل انجينيرنج هرجع ريفيزيت الايكونوميك تاني عشان اتاكد ان هو ميك سنس وميك يعني فاليو للمشروع. احنا قلنا هنا الكوست البريسايس بتاعت الكوست او بتاعت الكوست بتزيد معايا او بتاعت الانفورميشن اللي معايا لحد ما اوصل بعد الفيزابيلتي والكونسبت سيلكشن كونسبت ديفينيشن يبقى على حاجه في الديتيلز بتاعتي. طيب يبقى دي الثالثه معايا، يبقى الجيت الاولانيه لازم تكون الاوبشنز كلها فيزابل، الجيت الثانيه لازم الاوبشن اللي انا عملت ايفالويشن ورانكينج اللي عاد منها اللي هو البيست اوبشن، الجيت الثالثه لازم ان انا تيك اوفر ديتيلد ديفلوبمنت، عملت اللي هو الفيد او الفرونت اند انجينيرنج ديزاين، عملت ديتيلد انجينيرنج للورك اللي انا طرحته وتاكدت ان الورك كواليتي از اوكي والايكونوميك از اوكي. هروح بعد للستيج اللي بعد ده، ملخص بقى للهاو اللي انا عايزكم تطلعوا بيه يعني النهارده في الحته دي، ان انا عندي في الاسسمنت فيز، عندي في الاول عندي اوبشنز كتير جدا هيعدوا من اول جيت لانهم الفيزبل، بس اللي مش فيزبل خلاص هعمل له ريجكشن. طيب ادخل بيهم في الفيز الثانيه اللي هو السلكشن او الكونسبت سلكشن، اعمل ايفالويشن لكل الاوبشنز دي تكنيكال وايكونوميك بس، وبعدين هعمل لهم رانكينج، واحسن اوبشن هو اللي هيعدي بس من الجيت الثانيه اللي هو البيست اوبشن، وبعدين البيست اوبشن ده هعمل له ديتيل ديزاين او ديتيل انجينيرنج، ابدا اخد بقى تفاصيل التفاصيل فيه واعمل كل حاجه اتاكد ان الورك كواليتي از اوكي والايكونوميك از اوكي وانا كان دي اكسكيوتد فعلا. خلاص تمام، يعدي من الجيت الثالثه للاكسكيوشن، خلاص بعد ما عملت البلاننج بتاعتي بقى هبدا انفذها او ادخل في الفيز الرابعه اللي هي الاكسكيوشن. يبقى ايه الفيز الرابعه اللي هي الاكسكيوشن. خلاص انا عايز اقول لكم ملخص الابروتش او مودرن ابروتش في الدي بي، عندي مالتيبل اوبشن يعدي منهم الفيزبل بس، اعمل لهم ايفالويتنج ورانكينج يعدي البيست، البيست دي اعمل لها ديتيل انجينيرنج او ديتيل ديزاين واتاكد ان الورك كواليتي از اوكي، يعني بعمل ايه الاكسكيوشن، ابدا انفذ البلان اللي انا حاطه ده اللي هو اسمه الجود بلاننج اللي احنا بنقول عليه، ان انا عملت مالتي اوبشن عشان ما بقاش عديت حاجه مش مهمه، عملت لهم ايفالويشن كلهم علشان ما اختارش سيلكشن هابزر كده، وعملت ديتيل عشان ما تبقى حاجه راحت مني وعديت للاكسكيوشن. طيب الابروفال بقى الورك كواليتي والايكونوميك از اوكي، خلاص هروح اعدي من الجيت الثالثه للاكسكيوشن فيز، وغالبا احنا زي ما احنا قلنا الجيت الثالثه دي بتبقى على الايكونوميك ايفالويشن والبروفيتابيلتي بتاعت البروجكت. طيب هعدي هعمل اكسكيوشن على طول؟ لا، اقف هنا كده شويه. زي ما احنا قلنا في الاول ان اللي هيوافق على الاف دي بي ده هم الستيك هولدرز او اصحاب المصلحه. طيب مين يقول لي مثلا ان مفيش حد كان ليه تاثير في الاف دي بي وعمل اختار اوبشن غلط او مثلا مش هو الاوبشن اللي انا عايزه وهكذا؟ لازم اخد سانكشن او البروجكت ياخد سانكشن من الاثوريتي
بتاعت الفيل. فبعد ما اعمل الفيزيبيليتي واعمل الكونسبت سيلكشن والكونسبت ديفيشن وقبل ما اروح للاكسكيوشن لازم اخد ايه سبشن للاف بي بتاعتي او البلان اوف ديفلوبمنت اند اوبريشن بتاعتي من الاثوريتي. يبقى ده دور الاثوريتي هنا ان قبل ما اعمل الاكسكيوشن قبل ما يديني الابروفال والسانكشن بتاعي لازم اخد اعرض عليه الاف بي بتاعتي واخد منه ايه اخد منه موافقه. مجرد ما انا دخل واخد موافقه ابدا في الاكسكيوشن فيز. الاكسكيوشن فيز فيها زي ما قلنا ان الدريلنج هيستار الفاسيليتي هيحصل لها بقى انيشن وبعدين في الاخر خالص اخر الاكسكيوشن هيبقى ايه الاوبريشن. طيب الاثوريتي دي او الجفرمنت ايه وظيفتها؟ ان هي هتمانج الريسورس تو بيست اوف بيبل لان ممكن الاوبريشن يبقى انا عايز يحقق اعلى بروفيتابيلتي ده مش هيحقق اعلى عائد اقتصادي للبلد فانا لازم ادافع عن حقوق البلد اللي انا فيه. الواحد كل طرف من الاطراف في الستيك هولدرز دي بيدافع عن الحقوق بتاعته. طيب ان انا هاستابلش الريجيليشن تو جايد تورد الناشونال جول عشان يكون مثلا تعظيم الدخل القومي فلازم الاف بي بتاعتي لازم يكون بتحقق كل دي الريجيليشن القوانين والحاجات الموجوده في البلد. جيف ادفايس تو بوليتيشنز اللي هم مثلا مجلس الشعب او البرلمان لان اللي بيوافق على التنميه والحاجات دي كلها بتقدم في الاخر للبرلمان بس البرلمان طبعا يعني بيبقى ناس تكنيكال في الاخر هم اللي بيدوا الادفايس. طيب المانج الانفورميشن لايسنس الابروفال اوف بلان فور ديفلوبمنت فور ستيشن اوبريشن البرودكشن بيرميتس لو انا عايز اصدر او الغاز بتاعي او اويل او الحاجات دي كلها كل الحاجات دي الاثوريتي هي تعملها او ان انا مثلا ادخل الغاز في الشبكه القوميه بتاعتي. طيب الفيز بقى الرابعه بتاعتي بعد الفيزابيلتي سيلكشن الكونسبت ديفينيشن لما اخد ابروفال والسانكشن من الاثوريتيز هروح للاكسكيوشن فيز. الاكسكيوشن فيز زي ما قلنا هعمل كونستراكشن دي حفر هعمل انستليشن ولازم اعمل حاجه اسمها جانتي تشارت بيسموها جانتي تشارت يعني الاكتيفيتي بتاعتي وهتعمل امتى وفين يعني عشان ما احصلش تداخل ما اعملش حاجه هعمل بريتورايز او هعمل سورتنج للاكتيفيتي. يعني ما ينفعش مثلا اعمل البايب لاين تبقى لسه سيرفيس فاسيلتي او سيرفيس فاسيلتي والبايب لاين مش يعني عشان بس اعمل جايد للناس مين اللي بعد مين ما يحصلش غير او حاجه تخلص قبل حاجه. لا لازم الجانت شارت دي بيبقى الاكتيفيتي هنا وده تايم تيبل بتاعي يعني مثلا في سيرفيس هاخد فيه وقت قد كده الابريزل هيبتدي مش عارف من امتى الاف دي بي سبمشن للاثورتي امتى هاخد بيها سانكشن امتى في البرلمان هياخد قد ايه الديزاين بتاع السيرفيس فاسيلتي الفابريكيشن بياخد اطول وقت. الفابريكيشن بتاع السيرفيس فاسيلتي بياخد اطول وقت يعني هنديكم مثال مثلا الظهر مثلا كنت حققت الاكتشاف في 2015 وبعدين حفرت الابار كلها كنت حفرت ست ابار والانتاج بعد سنه ونص اصلا لان السيرفيس فاسيلتي خدت وقت كبير عشان اعمل الانستليشن اللي فات نفسها دي كانت اكتر حاجه ضغط. وطبعا لو في بايب لاين لو وقف شو او السيرفيس فاسيلتي بعيد عن الانستليشن والدريلنج بقى يبتدي من هنا مثلا يعني مش لازم زي ما احنا شايفين في اوفرلاب ما بين الاكتيفيتي وما بين بعض مش لازم كلهم يبقى ان سيريز ممكن يبقوا بارلل ممكن يبقوا متداخلين في اوفرلاب زي ما انا عايز. فبقدم برضه الجونت شارت بتاعي ده عشان تعمل لي سانكشن. طيب في فكره كده بتقول ان ايه هي السكالابيلتي دي او ايه معنى الكلمه دي؟ احنا قلنا احنا هنتكلم على الانتجريشن والسكالابيلتي والريسك طول ما احنا ماشيين في الفيزز المختلفه. السكالابيلتي بمعنى ببساطه كده ان انا باتش الاوبجيكتيف بتاعت الفيز اللي انا فيها على حسب الداتا اللي اقدمها معايا. طيب ندي مثال في مرحله الابريزل انا عندي طازمة وعندي مثلا بير ديسكفري اكسبلوراتوري وبرين مثلا في الابريزل فهبني ستاتيك موديل هل الديتيلد
الستاتيك موديل هتبقى كبيرة قوي. طيب همشي بالراحة شوية. احنا كنا بنقول الاسكريبتيف وهو ماتش الاوبجكتيف بتاع كل فيز على الافيلابل داتا معايا. مرحلة الابريل مثلا عندي طيب كده أوضح. أوضح. طيب ماشي. طيب أرجع سلايد ولا حاجة، ولا أكمل السلايد اللي إحنا واقفين فيه؟ يبقى قلنا في الابريزل السكيلابيلتي هو ماشي الاوبجيكتيف مع الداتا اللي موجوده معايا، يبقى عندي داتا كتير قوي وابقى طالب حاجات كتير. يعني مثلا في الفيزابيلتي ما بقاش مثلا طالب ان يبقى عندي مور او فاين تيوننج ستاتيك موديل مثلا في ديتيلز كتير قوي، ليه؟ لان ما عنديش داتا اصلا تغطي الكلام ده. ايه الفكره؟ يعني ان انا في الابريزل اعمل موديل مثلا فيه 3 مليون سيل وانا ما عنديش داتا اصلا ان انا اقدر اوظف فيشز وبروبرتيز اللي في الريسيرش دي. لا انا ممكن اعمل حاجه بسيطه جدا، ممكن في الابريزل فيز دي ما استخدمش اصلا السيميليشن، ممكن استخدم مثلا ماتيريال بالانس، ممكن استخدم تول اي تول في الكونفشنال. يعني يبقى اتس مور اباوت البالانس، يعني هوازن ما بين الداتا الموجوده معايا والاوبجيكتيف اللي انا عايز احققه. في الابريزل انا عايز مجرد ان انا جنريت اوبشنز، فمش لازم اعمل مثلا سكول هنا يعني فاين تيونينج. يعني في الكونسبت سيلكشن انا عايز اعمل ايفاليو، يبقى انا عايز مور ديتا. يعني لا في الديزاين لا انا عايز مور اند مور ديتيلز، لا يبقى انا عايز هنا حاجه هاي ريزوليوشن وهكذا. فهرن الاناليسيز اللي موجوده معايا على حسب الميك ديزيشن اللي انا هعمله. هنا انا عايز اجنريت اوبشن، فانا مش عايز ديتيلز كبيره. هنا انا بقى ايفالويتنج، ممكن عايز ميديوم ديتيل، هنا هارد ديتيل، لان انا هعمل ديتيل ديزاين. يبقى النصيحه هي في الاف دي بي ان انا دو الاناليسيس وذ ايزيست اند لو كوست ميثودز. مش هقدم لمجرد ان انا اعقدها او انا بيرفكت، ان البيرفكت دي مش هتديني فاليو، مش هتاد فاليو معايا. تمام. يبقى الكومبلكس از نوت اولويز البيست سوليوشن. كيب ات سمبل از بيست. في هو ده معنى الاسكيبيلتي، ما احناش الداتا او الاوبجيكتيف بالداتا الموجوده معايا. طيب ده الكونكلوجن بتاع اول سيكشن، ان انا الفيلد بلان براكتس الاو الاوبتيمال الوكيشن اوف كابيتال اند هيومن ريسورسز ريديوس الانسرتينتي انشور الفول فيو اوف اول فيلد ديفلوبمنت بلان ديزيشن. هيبقى معايا فيز بين كل فيز وفي في جيتس، عشان اعدي من الجيتس دي لازم احقق كريتيريا معينه في الشغل اللي انا عملته في الفيز ده.
الايفالويشن اوف فيزيبيليتي في الاول هجنريت اوبشن دي تكون ميزبل، اعمل الكونسبت سيلكشن، اعمل لهم ايفالويشن تكنيكال ايكونوميك والريسك، واعمل لهم رانكينج، اختار البيست، اعدي من الجيت الثانيه اللي هو البيست. هنا هعمل ديتيل ديزاين او اعمل بقى تفاصيل التفاصيل، بعدين اتاكد ان الورك كواليتي از اوكي والكواليتي اوكي، هيعدي من الجيت الثالثه سانكشن من الاثوريتي هنا ان انا هقدم لهم الاف دي بي، هقول لهم هعمل خطه التنميه بتاعتي كذا، هبدا في الاكسكيوشن بتاعته، دي تبقى اطول فتره زمنيه في الثلاثه جيس دول، وبعدين هاند اوفر اعمل كوميشننج او هبتدي البرودكشن. احنا ممكن دلوقتي بقى ناخد يعني زي بريك كده 10 دقائق ونشوف الاسئله. احمد لو تفتح لنا المايك او تعرف بقى هنعمل ايه. احنا دلوقتي جاوبنا على السؤال اللي هو وات اف دي بي، ان انا افيويت الاوبشنز ملتي اوبشن اختار احسن اوبشن، وان اي انيشيت الاف دي بي قلنا بعد ديسكفري او في اي بوست انيشال انفستمنت. الحاجه الثالثه واي علشان التشالنجز والكومبلكستي والديسيبلين المالتي ديسيبلينز اللي قلنا معايا. الثالث سؤال اللي احنا جاوبنا عليه اللي هو الهاو اللي هو الاستراكشر اللي هو باين قدامنا ده، ان انا هقسمهم ديسكريت فيسز بين كل فيز وفيز في جيت، لازم كريتيريا معينه عشان اتنقل من الفيز للفيز اللي بعديه.